أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل ما بدأنا فيه من تأثير المبيدات على صحة الإنسان، وتكلمنا المرة الماضية في العديد من تأثير المبيدات الكيميائية، وشفنا قديش مخاطر المبيدات الكيميائية. عشان هيك احنا بدنا نفكر في بدائل، وحكينا في بعض البدائل الفيزيائية اللي هي الفيزيكال كنترول، في البدائل الزراعية الكلتشرال كنترول، تكلمنا عن البيولوجيكال كنترول كأحسن الخيارات وأفضلها وأقلها خطورة على صحة الإنسان. عشان هيك بدنا نحاول نبرز قديش المبيدات الكيميائية خطيرة على صحة الإنسان والبيئة والنبات والحيوان والمياه الجوفية والسطحية وإلى آخره. فنستكمل في بعض تأثير المبيدات على صحة الإنسان، وحكينا إنه في الأول إنه المبيدات هي مواد كيميائية تقضي على الكائنات الحية، وحكينا إنه في من المبيدات الكيميائية مبيدات للأعشاب بسموها هيربيسايد، ومبيدات للفطريات بسموها فانجيسايد، ومبيدات للبكتيريا بسموها بكتيريسايد، ومبيدات للحشرات بسموها انسكتيسايد، ومبيدات للعناكب أركيسايد، وهكذا. فالمبيدات هي مواد كيميائيات مصنعة تقضي على الكائنات الحية، ويستخدموها المزارعين للقضاء على الآفات الزراعية. تستخدم المبيدات لمكافحة ما تسمى بالآفات، وحكينا الآفة البيست ممكن تكون حشرة، ممكن تكون ديدان اسطوانية نيماتود، ممكن تكون عناكب، ممكن تكون طيور، ممكن تكون قوارض إلى آخره. فهذه كلها بسميها الآفات الزراعية، التي يمكن أن تكون نباتات زي ما حكينا أنه إذا كانت نباتات ضارة بنسميها ويدز، وهذه الويدز تعريفها أنه أي نبات غير مرغوب فيه، ينمو في حقل زراعي إحنا زرعنا في مزروع معين، وبالتالي هذه النباتات وجودها تعتبر من النباتات الغير مرغوب فيها، وبنسميها ويدز أو الأعشاب الضارة التي يجب أن نكافحها، وبيستخدموا لمكافحتها مبيدات كيميائية بسموها هيربيسايز. أو الآفة تكون حشرات، وهذه الحشرات ممكن هي تتغذى على بذور النباتات أو على أزهار النباتات أو على أوراق النباتات، أو أحد أطوار هذه الحشرات هو الذي يقوم بعملية الآفة أي التغذي على النباتات وعلى المحاصيل الزراعية. وهذه الحشرات طبعا منها حشرات طائرة، ومنها حشرات زاحف، ومنها حشرات أرضية. فهذه الحشرات أيضا لها تأثير سلبي على النباتات، منها ما يتغذى على قضم أوراق الأشجار أو على مص العصارة النباتية زي ما شفنا في حشرة الأفيدس، حشرة المن، أو حشرات تتخذ مأوى من النباتات وتتخذ منها مسكن، وبالتالي هذه حشرات تعمل ضرر للنباتات ويجب التخلص منها. أو فطريات، والفطريات زي ما احنا عارفين انه قد تصيب الفطريات الهوائية، قد تصيب المناطق الهوائية من النباتات الأوراق والأزهار والثمار، أو قد تكون تنتقل عن طريق اللي هو السويل بورن فانجل ديزيزز، أمراض تنتقل عن طريق التربة من خلال الجذور، تخترق الجذور وتبدأ تنمو في داخل الفاسكولار باندلز الحزم الوعية، إلى أن تعمل على إغلاق الحزم الوعية وتسبب أمراض ما يعرف بالانسداد الوعائي أو الولت، وبالتالي يؤدي إلى الذبول الوعائي vascular ويلت، ضارة بالإنسان أيضا وصحة بعض النباتات. أصناف المبيدات ممكن تصنف المبيدات إلى التارجت اللي بيشتغل عليها، ممكن المبيدات حشرية تهدف إلى مقاومة الحشرات، أو مبيدات فطرية تقضي على الفطريات، مبيدات الأعشاب تقضي على الأعشاب الطفيلية، وأنواع أخرى من المبيدات مثل مبيدات القوارض. الآثار السلبية للمبيدات على صحة الإنسان، في بعض الدراسات بتقول إنه زي مثلا تسجل المنظمة العالمية للصحة سنويا ما ينازل مليون حالة تسمم خطيرة، و220,000 حالة وفاة نتيجة المبيدات السامة التي قد يتعرض لها الإنسان. أيضا من مخاطر المبيدات على صحة الإنسان
أمراض العقم واضطرابات في النمو، بعض الأمراض السرطانية، ضعف جهاز المناعة، اختلال في نمو الجهاز العصبي واضطرابات في السلوك، اختلال في النظام الاستقلابي كمرض السكر. بعض الدراسات توصلت دراسة مثلا أسبانية أجريت عام 2007 على 308 حالات، 308 امرأة حامل قد أنجبت بين سنة 2000 ل 2002 أطفالا في صحة جيدة، إلا أن 100% منها تحتوي مشيماتهم على ما لا يقل عن نوع من المبيدات. صحيح أنهم هم أصحاء، لكن البستسايد ريزيديوز قد تكون متواجدة في المشيمة، ومقارب مواد كيماوية مختلفة، ويصل هذا العدد أحيانا إلى 15 مادة في الحالة الواحدة. أيضا أبرزت دراسة سنة 98 في أستراليا ما بين 44 عينة على الرضع، يوجد 33 منها يحتوي على معدل تقريبا 3 مبيدات عند كل رضيع. يبقى البستسايد ريزيديوز انه ممكن اللي هو متبقيات المبيدات قد تتواجد في مشيمة الإنسان، أو قد تتواجد في الأجنة نفسه. يصاب 1 من كل 2 من الرجال وواحد من كل 3 من النساء بمرض السرطان في فرنسا، وهذه دراسة طبعا إحصائية، بأكد وبقول إحصائية ولم تثبت بالدليل القاطع إلى حتى الآن. في عام 2007 في أعقاب قضية مارشال اعترف القضاء الفرنسي بسرطنة بعض المبيدات، طبعا المبيدات الكيميائية المستخدمة تسبب أمراض سرطانية. المبيدات والأمراض السرطانية، فعنا في منذ 20 سنة بينت عشرات الدراسات الوبائية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى أن أكثر المصابين بالسرطان هو سرطان المعدة، سرطان المعدة وسرطان الشفتين وسرطان البروستاتا وسرطان المثانة وسرطان الدماغ وسرطان الدم، هما من مستعملي المبيدات بزيادة في الخطر من 1 إلى 7 مرات. يعني بمعنى أنه اللي بتعرض للمبيدات عنده قدرة على الإصابة بمرض السرطان من 1 إلى 7 مرات. أيضا تعد أوروبا اليوم أو تعد أوروبا اليوم 92 مادة فعالة مسرطنة من المبيدات ممكنة أو محتملة حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي أو وكالة حماية البيئة الولايات المتحدة الأمريكية، مثل 2,4-D أمينوترايازول كارباريل وإلى آخره من المواد. هذه مواد تسمى بالمواد المسرطنة أو الأكثر قدرة على إحداث السرطان. أظهرت دراسة فرنسية أن استخدام المبيدات الحشرية في المنزل يزيد من خطورة الإصابة بسرطان الدماغ لدى الأطفال. الشلل الرعاشي، باركنسون، زهايمر والمبيدات. أكدت دراسة أمريكية أن التعرض للمبيدات في مجال 500 متر من استخدام المبيدات من نوع مناب أو البريكوات يزيد بنسبة 75% من مخاطر الإصابة بمرض باركنسون ديزيز عند الفلاحين من صنف الرجال الذين يستعملون المبيدات، يتضاعف 5 إلى 6 مرات نسبة خطر الإصابة بمرض باركنسون ومرض زهايمر 2 إلى 4 مرات بالمقارنة مع أشخاص لم يتعرضوا للمبيدات. أيضا تسبب كميات ضئيلة من المبيدات في اختلال وظائف نمو الجهاز العصبي عند الجنين والطفل والكهل. أدت دراسة نشرت في مجلة Environmental Health أن العديد من المبيدات المستعملة في أوروبا تمثل خطرا محتملا لإصابة نمو الدماغ عند الجنين. يا جماعة احنا بنتكلم عن أوروبا وقديش عندها محاذير وقديش عندها ضبط وربط على استخدام المبيدات الكيميائية كما ونوعا، فما بالكم في دول العالم الثالث وإحنا منهم، إنه ما فيش ضوابط لاستخدام المبيدات الكيميائية لا كما ولا نوعا، وبالتالي عندنا أخطر بكثير من هذه الدراسات. بمعنى إنه استخدام المبيدات الكيميائية تقريبا ليس عليها رقابة لا كما ولا نوعا، وبالتالي فإن مخاطر هذه المبيدات الكيميائية في بلادنا أكبر من هذه الدراسات ما تظهر هذه الدراسات في أوروبا. وبالتالي فإن الاهتمام بموضوع المكافحة الحيوية والمكافحات البديلة
عن المكافحة الكيميائية أصبح ضروريا أنه ناخد بالحسبان أنه هذه هي حياة بشر وحياة ناس، وبالتالي يجب أن يكون هناك بدائل لاستخدام المبيدات الكيميائية. أضف إلى ذلك أنه مساحة البلاد عندنا ضيقة جدا، وبالتالي يستخدم الزراعة بكثافة، يترتب عليها استخدام مبيدات كيميائية ومخصبات زراعية أيضا بكثافة، وهذا ما يدلل على صدق ادعائنا أنه مخاطر المبيدات الكيميائية في بلادنا أكبر من مخاطر المبيدات الكيميائية في البلاد الكبيرة والواسعة والتي تطبق القانون والتي تقوم بالرقابة على المزارعين باستخدام المبيدات الكيميائية كما ونوعا. أيضا تسببت كميات ضئيلة من المبيدات في اختلال وظائف ونمو الجهاز العصبي عند الجنين والطفل والكهل. أدت دراسة نشرت في مجلة Environmental Health أن العديد من المبيدات المستعملة في أوروبا تمثل خطرا محتملا لإصابة نمو الدماغ عند الجنين. تعد أوروبا يومنا إلى يومنا هذا 127 مادة فعالة مرخصة يشتبه في أنها قد تسبب اختلال في الغدد الصماء. نذكر منها مبيد الأعشاب راوند أب الذي يستخدم في بلادنا بشكل كبير جدا، كما توجد عدة مبيدات أخرى مرخصة للاستعمال في صيانة الحدائق تسبب أيضا اختلال في الغدد الصماء زي الأمينوترازول والعديد من المبيدات الكيميائية. أيضا على صعيد الأمراض العقم أيضا أدت في دراسة بتقول نسبة الرجال الحاملين للسائل المنوي ذات جودة ضعيفة بدلالة عدد المبيدات الموجودة في البول، وهذا زي ما هو موضح ب الرسمة اللي قدامكم أنه كلما زاد استخدام المبيدات كلما كان هناك ضعف في السائل المنوي وضعف في حركة الحيوانات المنوية. أمراض العقم والمبيدات أيضا في عام 2001 أكدت دراسة في الولايات المتحدة أن وفاة الجنين بسبب التشوهات الخلقية هو أكثر شيوعا بين الأمهات التي تعيش أثناء مرحلة الحمل في مساحة 9 أميال مربعة يتم فيها رش المبيدات. هناك في دراسة بتتعلق أو تربط ما بين المبيدات ومرض السكري، وقلنا أنه مرض السكري ليس مرضا وراثيا ولا مرض انفكشس معدي، وإنما هو من الأمراض الذي يصنف بالأمراض العائلية، لكن وجد أن هناك في علاقة ما بين المبيدات وما بين الإصابة بمرض السكري. الدراسة تقول المهنيين الذين استعملوا المبيدات المكلورة كلورينيدت هيدروكاربونز لأكثر من 100 يوم خلال حياتهم يزيد عندهم خطر الإصابة بمرض السكري. أيضا هناك في مواد فعالة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري زي الألدرين زي الكلورودان زي سباعي الكلور، هذه المواد أيضا تؤدي إلى زيادة الإصابة بمرض السكري. أيضا الأشخاص الذين استخدموا مبيد ترايكليرون لأكثر من 10 مرات يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 2 إلى 5 مرات، بمعنى أن الناس اللي استخدموا هذا المبيد ترايكليرون هذا المبيد لأكثر من 10 مرات صار عندهم فرصة أنه ينصابوا بمرض السكري 2 مرة أو 3 أو 4 5 مرات بالنسبة للناس الذين لم يستخدموا هذه أو لم يتعرضوا لهذه المواد الكيميائية. كل ما ذكر انه هيك نبرز قديش مخاطر المبيدات الكيميائية، وبالتالي يجب البحث عن بدائل. هذه البدائل قد تكون كلتشرال كنترول مكافحة زراعية، ميكانيكال كنترول مكافحة كيميائية، ليجال كنترول مكافحة تشريعية، ايضا بيولوجيكال كنترول مكافحة طبيعية. عشان هيك لازم نهتم بهذا الجانب ونتجه في اقناع المزارعين عمليا ونظريا بأن المبيدات الكيميائية خطيرة على صحة الإنسان وعلى صحة البيئة وعلى صحة المياه الجوفية والسطحية، وبالتالي مردودها بيكون سلبي على الصحة العامة. يجب أن يكون هناك بدائل اللي هو البيولوجيكال كنترول والمكافحة الحيوية. هذه المكافحة الحيوية يجب أن تكون مقنعة للمزارع بأنه تكون أدائها وكفاءتها في مكافحة الآفات
توازي أو تضاهي المبيدات الكيميائية ولا تسبب مخاطر صحية على صحة الإنسان. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.